كرم يا حبيبي وانا مامته. اه اهلا وسهلا يا فندم. تست تست س س س س بعد اذنك. اعقل يا حرم، المكان كله محاصر يا حرم، لو ما نزلتش انا هضرب عليك نار يا حرم. تضرب عليه نار ليه؟ هو هربان من السجن عليه احكام؟ ما ينط اسهل يا فندم. انا بخوفه بس، انا معقول يعني هضرب عليه نار من هنا؟ ما اكيد مش هتيجي فيه حضرتك. ثواني، ايه حضرتك قلت لي ابن حضرتك اسمه بيرم؟ ايوه اسمه بيرم. بيرم اه ابيضاني ابيضاني وشعره مجنون كده. ايوه وساعات لما الشمس تضرب في عينه بتقلب لون عسل النحل وشعره كده بيبقى ذهبي. تعرفه؟ اعرفه يا فندم. ايه اللي اعرفه؟ ابن حضرتك صاحبي جدا يا طنط. ايه طنط وانت عامل زي البغل كده؟ انا اسف، معلش سيبيني انا الموضوع ده يا فندم. يا بيرم يا بيرم، انا تيسير فهمي. يا بيرم انا النقيب تيسير فهمي. ايه اللي جابه ده؟ ده هيبوظ لي الدنيا. يا بيرم انزل يلا. يا بيرم يا بيرم، ماما تحت عايزاك يا بيرم. اتفضل يا طنط، انا هطلع اجيبه بنفسي. انا عايز حضرتك تعتبريه نط، قصدي تعتبريه يعني نزل. انا هطلع اجيبه بنفسي بعد اذن حضرتك. انا مش قلت لك ما تقوليش يا طنط؟ بتقولي طنط تاني ليه؟ انا اسف يا طنط، معلش ده ظرف طارئ وانا لازم اطلع اجيب بيرم يا فندم، دي مصيبه. يولع بيرم، نحل موضوع طنط وبعدين اطلع له. انا اسف يا حاجه، بعد اذن حضرتك. لا يا مدحت، انا هطلع اجيب الواد ده بنفسي يا مدحت. لا ما تقلقش عليا، انا اعرف اتصرف في موقف زي ده. اسمع يا مدحت، عايزك تطلع على التوحيد والنور دلوقتي حالا، تجيب 16 مرتبه سوسته 25 سم. اي لون يا مدحت؟ اي لون يا حبيبي؟ يلا ربع ساعه بالكتير 10 دقايق وتبقى هنا. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، يلا اطلع. يا بيرم انا مش هشيد ولا هنيد تاني يا بيرم. اخر مره انا قعدت معاه لغايه الساعه 4 ونص الفجر بس يا بيرم، وسالت قالوا لي 4 ونص ده عادي على النت يا بيرم. الله يفضحك يا فاطمه. يا بيرم الله يفضحك يا فاطمه، ده حتى ما امسكش ايدي. عصفور. دكتور بيرم انا خلاص خمسه بالحب وابقى عندك دقيقه كده واقفز. بقول لك ايه، لا انجز بقى بسرعه شويه عشان امي مجرساني في المايك وعماله تعك. انا اصلي على السكه وعلى الدغري كده دبابها فول وطعميه قبل ما اجي، فخايف اطير بسرعه استفرج على الناس من فوق. بسرعه. ماشي يا زميل ما تقلقش. سلام. يا خبر ازرق، انا التصقت. بيرم انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه؟ انا هنط. لا يا بيرم بيرم بيرم، اهدى اهدى يا بيرم اهدى، مفيش اي حاجه تخليك خايف، انا جاي انقذك. يلا بص تعالى ارجع ورا وانا هتقدم لك. يلا انت بتعمل ايه؟ يلا انت بتعمل ايه؟ انت فاكرني مخطوف هنا في البرج؟ انا نازل من بيتنا انتحر، نازل من بيتنا واخد نيه الانتحار، ممكن تنزل عشان ما تبوظليش الدنيا؟ يا بيرم انا مش جاي لك كتيسير فهمي الظابط، لا انا جاي لك كتيسير فهمي صاحبك صديق عمرك. يا عم انا اعرفك. بص اهو يلا. يلا يا استاذ تيسير لو سمحت اتفضل من هنا، سيبني انط في هدوء. طب يا سيدي نط، بس تسمح لي قبل ما تنط نشرب سيجارتين سوا. يا عم انا ما بشربش سجاير اصلا. يا بيرم ما تقفلهاليش يا بيرم من اولها. تليفونه مغلق وهيقفز. طب تسمح لي يا سيدي قبل ما تنط اشرب انا سجاره بسرعه، قدامك 50 ثانيه وهنط بعديها. ماشي. احلف انك مش هتنط غير ما اخلص السيجاره. يا سيدي والله هستناك لحد ما تخلصها. بلاش الحركات دي يا بيرو. حركات ايه؟ حركات العيال. انت قلت والله وبعدين قلت ما في سرك وبعدين قلت هستنى لغايه ما تنط. احنا بنعملها تمام. يا بيرم فكرتني بمسحبة بتاعت العرب. تقول يا تيسير عملت الواجب، اقول لها
والله عملته واول ما في النص. والله ما عملته. والله ما عملته. والله ما عملته كده. ايام بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه وبتقول ايه؟ ممكن تتكل على الله عشان انا قدامي 30 ثانية ولازم انط من هنا، ما ينفعش اتأخر. ايه مستني حد تحت ولا ايه؟ يا ربي بهزر معاك. بقول لك ايه يا بيرم، انا هسيبك تنط بس عايز اسألك حاجة واحدة بس قبل ما تنط. امك اللي واقفة تحت، اصحابك اللي بيحبوك، فكرت في الناس دي؟ فكرت في عواقب اللي انت بتعمله يا بيرم؟ ايوه فكرت وعارف انا بعمل ايه كويس. حضرتك اللي مش عارف عواقب اللي انت بتعمله. اتفضل من هنا. ثواني استنى ارد على التليفون. السجارة ما خلصتش على فكرة. ايوه يا مدحت، جبت المراتب تحتيه بالظبط. الله ينور يا مدحت. انت مش كنت عايز تنط يا دكتور؟ اه عايز انط. انا سجارتي خلصت. دي معاك بس لسه شاريها جديد وخايف تطير وانا بنط. هديها لك تحت. الساعة كام معاك دلوقتي؟ 3:30. ليه؟ سجل يا تاريخ. نطلع اسكندرية ناكل غدوة سمك. لا لا لا، لف وارجع روح عند البرج، خد لك 3-4 لفات كده، خلي التلفزيون والصحافة يصوروا. طب بقول لك يا دكتور. ايه؟ امسك نفسك. عصفور ما تهرجش. الله. ايوه يا مدحت، صورته؟ تمام. لونه عنابي. ها؟ اسمع يا مدحت، طلع حد من المباحث وراك. ولا اقول لك، طلع حد من سلاح الطيران ورايا يا مدحت، وطلع حد ينزلني. يلا يا مدحت، انا دايخ يا مدحت. يلا مراتب ايه يا زفت اللي عايزني انط عليها؟ انت متخلف يا مدحت، عايزني اموت. يلا اتصرف، ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت. في ظل سكوت تام من جانب الحكومه، اهالي وسط المدينه يؤكدون على الخبر الذي اذعناه منذ قليل عن طيران رجل لونه عنابي في سماء العاصمه.